وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فصراحة سررت غاية السرور بهذا الحفل الكريم وبهذا الجمع المبارك، حيث شرفني الأخ الكريم أو شرفنا أنا وإخوتي بالدعوة إلى هذه الحفلة العلمية الأدبية الدينية، فجزاه الله عنا خير الجزاء. فذلكم هو الأستاذ الفاضل الإمام المحترم أبو حذيفة يونس الرامي حفظه الله. آمين. وكذلك أشكر الشيخ الفاضل الذي ألقى كلمته طيبة المفيدة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. آمين. وأنتم أيها الأحباب، حضوركم هنا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله تبارك وتعالى اصطفانا واجتبانا من خلقه، فإن جلسة العلم هي جلسة ذكر، وقد ورد فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الجمع في مثل هذا الجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما في حديث طويل الله سبحانه وتعالى سأل الملائكة من أين تأتون؟ فقالوا: نحن في مجلس يذكرونك ويدعونك ويسألونك يرجون منك خيرات ويخافون ويستعيذون بك من نار. سألهم الله: هل رأوا الجنة؟ قالوا: لا. هل رأوا النار؟ قالوا: لا. إذن فذكر الملائكة لله سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب، ذكروا له أن هناك شخصا ليس معهم، فقط جاء لحاجة، ليس في ذلك المجلس، بل جاء لحاجة يريد قضاءها. فقال سبحانه وتعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. إذن أنتم الجلساء الذين لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب هذا الحضور وهذا الجمع في موازين حسناتنا، وأن يبارك في هذا الدرس أو في في تلك الحلقات التي قد مرت بنا في دراسة كتاب قيم من كتب السيرة النبوية الرحيق المختوم. جزا الله المؤلف خيرا، وجزا الله كذلك الأخ الكريم خيرا، وجزاكم الله خيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدحه المادحون ووصفه الواصفون، ولكنهم لم يبلغوا غاية رسول الله، ولم يعرفوا حقيقته. قال حسان بن ثابت: وأحسن منك لم تر قط عيني،
وأجمل منك لم تلد نساء. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. إذن دراسة سيرة نبوية أو قراءة كتاب من كتب السيرة النبوية ليس لشيء إلا لنمتثل بأمر الله ولنعمل بقول الله عز وجل في سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في قراءة حفص أسوة حسنة، في قراءة واتش: لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فلما شرفني الأخ الكريم بالحضور تفكرت في الأمر ورأيت أن أسهم في هذا الجمع وهذه في هذا اللقاء بهذه القصيدة بعنوانها مع المختار في سورة الأحزاب. مع المختار في سورة الأحزاب. فأقول متوكلا على الله جل في علا، والقصيدة على بحر الوافر. بسم الله الرحمن الرحيم: ألا إن الثناء على الرحيم مصير الشاكرين لفي النعيم. كذا اصبر إن أصابك ضيق عيش فعند الله تفريج الهموم. يفرج كربك الرحمن لكن مع الإيمان من قلب سليم. فقصد الله بالمختار عكس لظن الغير في يوم عقيم. يوجه ربنا أمرا إليه لتأديب الصحابة والظلوم. وفي شتى الأماكن قال ربي له قولا ثقيلا كالأتوم. ولم يكتم من القرآن شيئا لقد أدى الأمانة للسنيم. فما القلبان داخل جوف حي. خذ القرآن واهجر شرب هيم. مضاءرة النساء من الحرام نساؤهم حلال للقويم. مضاءرة النساء من الحرام فشرع الله هذا من قديم. كذا ما أدعياؤكم بنوكم نساؤهم حلال للقويم. هبوب الريح للنيران عون فذلك قدرة الوالي العليم. مضامن غزوة الأحزاب ليست ميسرة لهم مثل الهموم. هناك عصابة خلقوا لشر فهم أحزاب شيطان الرجيم. على الأوثان والأصنام كانوا بدون تعقل قبل النسيم. ولما جاءهم دين الرشيد قلوه وحاربوه كالخصيم. وقد حاذوا نبي الله حقا أشد إذا يتم مثل الزنيم. وكلهم معتدوا شرع اعتدائي على أصحاب مختار العليم. ومؤتمراتهم دابا لسوء كبغي أو قتال أو هدوم. بحقد أخرج المختار درا
لنصحته لهم حذر الجحيم وما نظروا إلى الأنساب بغضا على الإيمان بالبر الكريم فهاجر سيد الكونين كرها مع الصديق صاحبي الحليم لرفعة ديننا تركوا بيوتا وأموالا وأهلا كاليتيم قلوبهم هوات حب النبي على الإحسان والعمل المقيم لقد أدوا أمانة دين ربي لكافة مسلمين عند العثوم شهادة جنة الفردوس أوتوا من الدنيا لإنذار اللئيم على الأنصار رحمة ذي الجلال كذا من هاجروا فكر البهيم ولما أهرجوهم ما كفاهم فرار المؤمنين من العريم لذلك أوقدوا نار الحروب مع القالين للدين السقيم وبين المؤمنين وأهل شرك أناس أشقياء كالغيوم فسيماهم نفاق كل حين وهم يمشون دوما بالنميم وهم في هتك سترهم كالهواء يوشي كل سر للجميم لقد غلب النبي على الأهالي مع الصبر الجميل المستقيم بنصر الله ينصر من يشاء هو المحيي من العظم الرميم وإنك إذ رميت فما رميت وراميهم إلهي ذو الرجوم كذا في سورة الأحزاب دوم على بعض الجوامض والخصوم وأوتي أحمد السلطان نورا هدى للعالمين على الحسوم وفي رمضان أوتي الكتاب يجيث به العباد من الظليم وفيه ليلة جلت قواها بحرمة ذات قرآن بريم وأحصى الله فيها كل خير يفيد المؤمنين مع الحزين وفيها ينزل الروح الأمين وتتبعه ملائكة العظيم وفي العشر الأوائر وفي العشر الأواخر وهي تأتي مع النعماء تبشير الجهوم وكنه الاستجابة تم فيها بلا شك كي سعاد المليم وإغناء الفقير بلا شقاء وإنقاذ الجريك من الجريم ألا ادعوا ربكم خوفا ترون لدى الله النجاة من الجحيم سلوه الفوز بالفردوس حتى يراكم تائبين من الجروم لخير تلكم من ألف شهر تشجع طالبي الفضل العظيم نساء محمد صلى الله عليه وسلم نساء محمد خير النساء مزاياهن مدرسة العموم فخاطبهن رب العرش كي لا يكن مغفلات عن علوم ومهما كن أزواج النبي أخذن نصيحة رب المدين وهن معلمات لجاهلات تلقين الدروس من الفهيم وهن قد امتثلن بأمر ربي ولسن منافقات للزعيم لذلك صرن خير لأمهات لنا وعتينا من خير لأرومي
فإن زواجهن على العباد حرام بعده مثل سموم عليهن الصلاة كذا السلام مع البركات من رب التئيم عباد الله فوق العرش عشرة حواتهم آية نهوى النجوم فقم منهم ودع حقدا وجورا كان المارمت من خير جسيم ليوم الحشر يعطش ذو الفساد ويطلب شرب كأس مثل هيم ألا اختر صاحبي من شئت منهم لتسعد باختيارك في النعيم إلهي ارحم إلهي ارحم هدي إلهي ارحم أبي مع كل حرف حوت قصيدتي نحو الحريم وطول عمر الفلا سلاما سديد الرأي ذو حظ كريم في هذا الصدد أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخي ومربي وأستاذي الفاضل المذكور اسمه بكل احترام وتواضع الشيخ داود الفلا عبد المجيد اللقاء حفظه الله ورعاه آمين. كان من الذين يشاركون في دروس حسنية منذ حبسة أعوام وسيأتي إن شاء الله في هذا الشهر في رمضان نسأل الله له ولنا جميعا التوفيق آمين. لقد سميت إبراهيم نورا فزدني ربي خيرا باللزوم كذا لقب الذي وفى بخير قني رباه من بطش أليم ألا أكون مع المختار قومي على الإيمان بالله العظيم هو الفعال للأمر المراد يحير وصفه عقل الفهيم وصلوا يا عباد الله دوما على طه أخي موسى الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزاك الله خيرا.